حنا كنتواجدوا حاليا في سوق الاحد اكادير موجودين فيه الحمد لله، وعندنا ملابس ديال لي غرون تاي. حنا دايرين واحد المنتوج، دايرين واحد المنتوج ديال الملابس اللي صراحه قال اليوم ماشي هو صعيب، غير حنا واحد التفكير خديناه من الناس اللي كيكونوا غلاض وغرون تاي ما كيلقوش الملابس ديالهم، ودرنا هذا المشروع في سوق الاحد. الاسم ديال المحل ديالنا راه فالو. الفكره اش نقول لك؟ واش كان شي طلب؟ لا، كيكون بعض الطلبات ديال الناس لي غرونتي، كنشوفوا الناس ما كيلقوش لي غرونتي، ما كيلقوش الملابس ديالهم كبار. وفكرت في هذه الفكره هذه، غير هي واخا هي صعيبه شويه، ما كنلقاوش هاد الملابس كبار، هما قلال، ولكن حنا كنديروا واحد المجهود وكنوفروا للكليان جميع الملابس. واش هاد الملابس سير كوموند ولا انت؟ لا، كنديرهم سير كوموند، وكاينين بعض لي طاي اللي هما 3 اكس ال و 5 اكس ال كنلقاوهم، ولكن بالنسبه للفوق 5 اكس ال كوموند. عندنا حتى 18 اكس ال في الحوايج، 18 14 12 اللي وصلنا دابا في الطايات ديال الفوق، وفي السبرديله كاينه حتى 60 اكس ال، وفي السروال كاينه حتى النمره 85 في السروال ديال الجين، وبالنسبه للصباط الصباط حتى 55 حتى 60 بالنسبه لي غرونتي. حنا جميع الملابس ديال لي غرونتي غتلقاهم في سوق الاحد الحمد لله. دابا مدينه سياحيه وكيجيو عندنا الناس اجنبيين، كيجيو الناس ديال الناس الاوروبيين كيتقدوا عندنا حجم كبير، الناس ديال الخليج والناس ديال المغرب والناس ديال المهم جميع الناس الافريقيين، كاع الناس اللي كيلبسوا لي غرونتي دابا الحمد لله كيعرفونا، وكيجيو كيلقاو الملابس اللي بغاو، وكنحاولوا نوفروا لهم جميع الملابس. والحمد لله راه اكادير مدينه سياحيه ومدينه معروفه اللي مارك، كاينه ماركات مزيانين، الماركه اللي بغيتيها كتلقاوها في لي غرونتي. حنا كنحاولوا نديروا المنتوج ديالنا ديال لي غرونتي، كنحاولوا نشوف واحد المنتوج اللي هو خدام، وكنمشيو كنكوموندوه في واحد الدوله اللي هي اوروبيه وكنجيبوه، وكنحاولوا نجيبوا سلعه اللي هي كتكون قليله باش نكونوا واضحين. دابا بالنسبه لي غرونتي كنجيبوا حتى ل 12 اكس ال، كنا كنجيبوا حتى ل 6 اكس ال، دابا ولينا كنجيبوا حتى ل 12 اكس ال، والحمد لله راه لقينا واحد الطلب مزيان. كيجيو على الناس ديال الجنوب، الناس ديال الداخل، الناس ديال الشمال، جميع الناس ديال المغرب كيوصلونا الحمد لله، وكيوصلونا بواحد الطريقه زوينه وكيشكرونا. ملابس نسائيه بالحق هي موجوده صراحه باش نكونوا واضحين، علاش؟ حيت اغلبيه النساء كيكونوا غلط، باش نكونوا واضحين نكونوا واضحين. بالنسبه للرجال كيكونوا رجال قلال اللي هما غلط، وهذا التفكير هذا الحمد لله اللي فكرت فيه في التفكير زوين. بالنسبه لاغلبيه ديال الناس اللي هما غلط ما كيلقوش الملابس ديالهم، والاغلبيه ديال الناس كنت كنعرفهم انا دابا حاليا كيفصلوا. اي خدمه هنا غيجي للمحل ديالنا غيلقى الملابس ديالو بسرعه، باش نكون واضح. الله يجازيكم بخير. قدرت تلقى السروال باعلى ثمن وتلقاه باقل ثمن في الكرونتي، كنجيبو الرخيص وكنجيبو الغالي، وكنخدمو لوكال وكنخدمو السلعه ديال الاكسبور وديال برا.